حياتنا غير شي ثاني، قاعدين ببيوتنا، ببيوتنا تكفي، بيوتنا كانت الروح والنجي على كيفنا، هسه عينا كل شي مقطوع عنا غادي. حالتنا المادية هسه ضعيفة صارت، أولي كانت عندنا غنم، عندنا زراعة، عندنا يعني هسه عينا يعني حالة تحت الصفر. عندي 6 أولاد، 5 ذكور وأنثى، ويعني كلهم دارسين، عندي بس واحد ما يدرس. كلهم هسه مدرستهم توقفت، لهم سنتين مدارس ما ضلت لهم. طلعنا بثيابنا اللابسينها، ما شلنا كل شيء، انهزمنا وخلينا كل شيء ورانا. صار ضرب الدنيا عصر وطلعنا. العيادات المتنقله ما قصرت معانا، يعني حيل زينين الشباب، ويعني وكان عندي طفل عمره 4 أيام ونزحنا، ومرض بال4 أيام مرض. وبس احالات انطوني 4 احالات لهو على مشفى الحكمه استشفاء من مركز الصحه العالميه. يعني الشباب كلهم ما قصروا، وكانوا يطلعون علي على الغرفة هين يعالجون. كل أسبوع تجينا، يعني ما تقطعنا بنوب، ويعني قعدت لقيت علاج وعلاج ابني من من العيادة المتنقلة تجينا. طموحي إني أرجع على بيتي، هذا الطموح اللي أريده.